جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر، الله 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 أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. فالعدل منانا ما بين الأنام لنحيا جميعا في ظل الوئام، لنحيا جميعا في ظل الوئام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الأعزاء، علمادا شرفت له سفر هذا دير نوغو يميد ميلا بدن وكلا دوان كي يميد دين عيقا ميديك وحا فديا ووش يا شيخ عبد الله إبراهيم وإمامك دار القلم مقالة ميابلس قبل من الصورة إذن كيغا ميديك وحاي وحيغا الشيخ آذن الشيخ عبد الله أو إمامك مساجد كابن تيمية مقالة كولومبس قبل أوهايو إذن عيغا بديح وحدو جيدا وحفر ديش عبد الرحمن الشيخ عمر أو إمامك مساجد أبو بكر إيا مسؤولك قدوميها قولها إمامية دا يسوطاقا وقويقا مرايكنكا ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota waxa ku xiga Sheikh Ahmed
العم والوالد شيخ أحمد نور أو أه علماء مساجد كان أنفردينو وحبلنا توجيهات ينصايح بدن النسيي إلهي سبحانه وتعالى حفظيو وحا كحيقا شيخ عبد الله أبو الفضل أو أقدوميها تنفيذ كقولها تنفيذ ك دلده يسوطق إمام يدا وقويقا مرايكنكا وحا كسيحيقا شيخ معلن حنبازي أو إصغنا معلمين تا يعلم هذا مسؤولين تا مساجد كأبو بكر صديق إما قال هذا مئة بلس قبل كمن الصعدة وحجر سيدة جدان علماء بضان وفرده أو علماء دي سفر ككوت تميدة أو انصوفر سنين ميسكا لكن إن شاء الله تعالى فضلي إن إددك رحفرستان أو يغنى إن لجوغا شيخ عبد الحكيم حسن حسين شيخ عبد الرشيد آبي يا شيخ عبد الرحمن يوسف يا علماء كلو يغنى مسافرين نو يمد رمان علماء أنا وكوها الليا ددوينها يا شعبك مقالة سيالة واشنطن علماء وان سورد وينينا وان سقوتينينا رافقتكم السلام أيان لانهي إلهي سبحانه وتعالى قريهني يا دعوديني يا مساجديني نبض الله يدنكو جايو إن شاء الله تعالى أنت سكديب علماء شن مع الموت بي جوجين أو محاضرات يعني الدوات تربضن هل كان وقيب قلين تدوين هنا أنت خير أي رنت يجون قادنا ين وذهبين والبا لو جاري ساعات دم به وحن جرني إن مشروع سوق بجبينون عاودت كأد لو صير دارينن موضوعنا أن كسو جبجبينو شيخ عبد الرحمن شيخ عمر وشيخنا إن شاء الله تعالى دعوة يا به نور أمريكا إن أشجنو إن الدب بدن جيران أو ما دعوين أباهن ساجد إلهي كسو عرري ويلك يري هرتين فردية دو جدان وحنو صيح ilmaha yar saqirka ah waliba ay ku sheegeen cudurradii halista ahaa culimada musaafiriintii caawo inay u duceeyaan waxa jira dad badan oo masaajidka dadkii ka shaqeynayay gabdhihii masaajidka oo wada xanuunsan hooyooyin xanuunsan oo isbitaalka ku jira dadweynihii tabarucaadka la baxay oo kulligood duca codsanayay suginahay caawo wada jooga rag iyo dumarba gabdhaha shaqeynayay oo shanta maalmood culimada uu adeegayay maareeyay aan waqtina ka bixin iyo dhamaan wiilasha inta ayaguna taagnaa adeegayo youthka iyo dhalinyarta ay ugu badan yihiin insha Allah ta'ala Sheikh Abdulrahman ayaa waxaan rabaa inaan ku wareejiyo culimada oo dhan insha Allah ta'ala isagoo wakiilka kelimadiisa iyo dardaarankiisa iyo ducadiisa uu ku khatimo insha Allah ta'ala شيخ أيان هذا نكور جن جزاكم الله خير بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد إلهي بأمهاد إسكال سبحانه وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات إلهي جوحاس النعمة النسيي أنعم علينا نعمة الإيمان والإسلام نعمة الدين نعمة الرسالة إلهي جنسي سبحانه وتعالى سامهات إسكال سبحانه وتعالى ونحمده كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه إلهي بامهات إسكال سبحانه وتعالى كلمة دي وحوجه الرئيس إن شاء الله وحن آدي آد أن لي هاي إلهي هذه كجزية ضدك علوم مضاء أفاضشة دعادة
u taagan inay dadka diinta baraan, inay har iyo habeen dadka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku xiraan, dadka culimada ah ee ka soo qayb galay mu'tamarka, gaar ahaan ugu horeeyo imaamka markaskan Sheekh Axmed Nuur xafidahullah oo isagu marti gelinayay mu'tamarka, sheekhi magaalada Seattle-na ahaa iyo markaskan insha Allahu ta'ala iyadoo culimo kale ay joogaan, Ilaahay ka jazeeyo subxaanahu wa ta'aala khidmada iyo dacwada iyo soo dhaweynta iyo hawsha uu qabtay insha Allahu ta'aala. Culimada kalena oo dacwada wada, maraakiista dacwada ka wada, culimada ikhwaani al-culamaa'u warathatu al-anbiyaa, culimada waa dadkii dhaxlay nebiyaasha, qof har iyo habeen u taagan Ilaahay diintiisa subxaanahu wa ta'aala, waa qof Ilaahay agtiisa qiimo ka leh. Waman axsanu qawlan miman dacaa ila allaahi wa camila saalixan wa qaala inanii min almuslimiin, yaa ka hadal wanaagsan ay qof ka hadal wanaagsan ma jiro, miman dacaa ila allaah wa camila saalixan wa qaala inanii min almuslimiin. Culimada waxaan leeyahay jazaakum allahu khayr, hawsha aada wadaan iyo juhdiga aada wadaan Ilaahay baa idinka ajar siinaya subxaanahu wa ta'aala, dadaalkiina wada, dadkana diinta bara, Ilaahayna dadka ku xira, Ilaahay baa abaalkiina gudaaya subxaanahu wa ta'aala. Waa u mahadcelinna dadkaas insha allahu ta'aala reer Seattle oo dadka marti geliyey, iyagana dhammaantood u mahadcelinayaa, Ilaahay khayra ka siiyo subxaanahu wa ta'aala dadkooda dacwada ku xiran, gabdhaha, dad dhalinyarada, dadkii dacwada ka shaqeynayay, Ilaahay subxaanahu ka jazeeyo. Waxaan kaloo si gaar ah hadana aan ugu duceynaynaa insha allahu ta'aala Sheekh Cabdullaahi Abu Fadal oo ah guddoomiyaha guddiga fulinta majliska, oo howl culus ay ku dhacayso oo maraakiista dhan inuu isku xiro ay tahay, oo markas walba inuu gaar ahaan la xiriiro oo dhibaatadiisa xaliyo oo soo gudbiyo wax walba, oo wax walba tansiiqiyo har iyo habeen isaga iyo tiimkiisa, oo har iyo habeen hawsha ku dhacaysa Ilaahay baa garanaa subxaanahu wa ta'aala, isagana Allah ka jazeeyo. Waxaan leeyahay wax kale ma qabsado, wuxuu ka shaqeeyaa uun maraakiistaas iyo dacwada si u socon lahayd. Waa hawl aad iyo aad u culus oo aan sahlanayn oo qofka culays ku dhaca Ilaahay uu garanayo subxaanahu wa ta'aala. Waxaa la jazaa Allahu khayr iyo asagii tiimkiisa ragga, akh Cabdirashiid Xasan, Sheekh Cabdirashiid Xasaabi, Sheekh Cabdirashiid Suguulle, ragga la shaqeynaya hadda, jazaahum Allahu khayr iyo tiimkoodaas oo dhan. Intaa kadib waxaan leeyahay walaalayaal, insha Allah diinta waa raasamaalkii waxa loo socdo nolosha dhan. Marka la soo ururiyo waa diinta isugu imaanaysa, waxa loo socdaan loo taagan yahayna waa Ilaahay diintiisi, in dadka loo ilaaliyo oo ilmahan hadda yaryarka ah oo abriyada ah ee horteyda fadhiya, dhalinyarada leh oo gabdhaha leh wiilasha leh ee hadda soo kacay, in caqiidadoodii diintoodii la ilaaliyo, iyadoo dowladdu ilaalinaysa aysan jirin, iyagoo maaragtay environmentiga ku nool aan arkayna maanta, oo wax kasta ay ka riixayaan diintii in laga shaqeeyo oo loo diintoodii la ilaaliyo oo dad wanaagsan ay noqdaan iyaga iyo dadka kaloo ka dambeeya insha allahu ta'aala. Waxaa runtii laga faa'iidaystay maalmahan casharo fara badan iyo muxaadaraad fara badana baxay oo dadka ay ka faa'iidaysteen. Maraakiista waxaa la rabaa in la ilaaliyo, laga ilaaliyo waxalala waxa waxyeelayna oo dhan. Maraakiista waa in culimada loo kaalmeeyo, garab loo noqdaa. Wajcalnii min ladunka sultaanan nasiira, saasuu nabi ilaahu agtaada waxaad iga siisaa sultaan ii gargaara. Dadka waa in culimada loo gargaaraa, waa in culimada garab la siiya, waa in garab loo noqdaa, waa in laga ilaaliya waxlaal wixii dhib ah oo dhan. Waa arrinkaas waa muhiim jiddan, oo waxay qayb weyn ka qaadanaysaa in ay dacwada uu sheekhaas dacwada u guto si wanaagsan oo garab uu helo dacwadiisii iyo gudashadeedii. Waa muhiim arrinkaa. Waxaan leeyahay maraakiista oo dhan dadka joogo iyo meelaha masaajidda, waa in qof walba uu ka qayb galaa dacwada, oo masaajidka iyo sentarka aad meel ugu fadhisa adiga,
ودن دورك إسكجل أما دقالك كدعمي أما خبرة دادي كدعمي أما ورمحان ذي قبتها أنا يوديك بهنتين له أما فولنتير قراء وحقون قبا وحد وحبضنا قبان كرتا إنا ذوحك قبتو لكن إسكتي ماذو إسكتك تعدنا سيدك أنا وحبو كتا وكتا وكلينين أرنكا وحي كينيسا مراكزة إني ضعيفان أي كينيسا أما نول بشقي إسكرها سنول بشقي سنكرا دورك وآذي كرا لكن waxa lugta looga wada xiray waxa dadka Ilaahay dirtiisay ay u joogan aaymada masajida qaar kood naga soo hormaray waa la leeyahay dadka shaqeeyo yaani waxa la siinaa 70,000 ayaa la siiyaa masajida lagu leeyahay hata aaymada laana imaamki intaas oo dhiba ku dhaceysa hadana meesh waxba kama qaadanayo haduu duurkiisa ka shaqeeyo wax badan qaadan kara marka wax laga yaabaa in dib isugu darsamo iyo wax laan iyo lugtu ku xiran yahay intaas oo dhan marka aaymada hala dhiri galiyo hala tashjiiciyo insha Allah ta'ala oo maraakista garab hala siiyo ama ha noqoto markaskan ama maraakista kale Soomaalida ay ku xiran yihiin Mareykanka ama Waqooyiga America ama Europe ama meel walba oo la joogo yaani garab hala siiyo insha Allah ta'ala inta kadib waxaan insha Allah ta'ala waqaba cawada wa duceysanayna insha Allah ta'ala ilahi waxaan weydiisay inuu naga aqbalo amalkii maalmahan aan soo wadnay ilahi subhanahu wa ta'ala amalkaas allah naga aqbalo ilahi ka dhiga amal ilahi dirti loo jeed allah ka dhigo allahumma salli ala sayidina muhammad waxaan u duceynayna dadka xanuunsan dad badan xanuunsan meeshaan hadda waxaan hayaa hooyo tiri waxaan ku dhibanahay wiil dhimir kala oo dhalay waxaan jeclahay inaan wadankii la aado dhaqtarkii iyo state kan ayaa igu dhagan sidii khayr Ilaahay ha iga bariyo inuu imtixaankan ii fududeeyo qofkii dhalay baa garan kara qof maskaxdii la xanuunka ilaahay wa garan karna ilaahi subhanahu wa ta'ala hooyada allaha u kaalmeeyo ilaahi wiilka allaha caafiyo ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa weydiisayna bi asmaail husna wa sifatihi al'ula inu ilaahi wiilka caafimaad siiyo ilaahi dhimirka u soo celiyo subhanahu wa ta'ala dadka xanuunsan dibka hayo ama nala joogan ama ha maqnaadaan ilaahi caafimaad allaha siiyo ilaahi xanuunka allaha ka qaado ilaahi caafimaad allaha ugu bedelo ilaahi dambiga fooga dhiga subhanahu wa ta'ala dadka xanuunsan way badan yihiin xanuunku waxa garanaya qofka uu hayaa garanayo waxa la yiraahdaa caafimaadku waa taaj boqortooyo wuxuu madaxa u saaran yahay dadka caafimaadka qaba waxaan arkayo oo kaliya dadka jiran taajkaas wax u jeeda ma jiraan waxa u jeeda oo kaliya dadka jirana u jeedo alla xoog badan wuu iska ordaya soo alla wuu iska seexana wuu iska xurinaya markuu rabo seexana ninka hordada ay ka tagta ninka lugaha la gacmaha la ishaal indhaha la way iska horday indhihiisa iyo haysan laga uma jeedno qofka caafimaadka qabo uma jeedo ilaahay dadka xanuunsan caafimaad allah siiyo allahumma aafihim ya rabbal alamin allahumma shfihim ya arhamar rahimin waxa kale oo duceyna gabdhihi shaqeynayay masajidki daacwada ka shaqeynayay iyo mu'tamarka intuu socday hawlaha waday iyagana ilaahay khayr allah siiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala jannadi allah geeyo diin iyo iimaan allah siiyo waxay jecel yihiin Allah u fududeeyo Ilaahi subhanahu wa ta'ala waalidiintood iyo dadkii ehelkooda Allah u dambi dhaafo awlaadooda saalixin Allah uga dhigo cilmi naafac iyo iimaan kaamil Allah siiyo dhaguud ahaan dadkii shaqeynay ayagana Ilaahi dambigooda ha dhaafo Ilaahi subhanahu wa ta'ala ajr Allah ka sii hawsha ay qabteen gaar ahaan waxaan xusayaa Ojay oo isagu Cabdiraxmaan Ojay Ilaahi jannadi ha geliyo ragaad inaad taqaanaa la rabaa ninka qiimaha la waa inaad taqaanaa OJ waa inta mu'tamarka Saudi waa taagnaa waa orda inta wuxuu ka shaqeynayay culimada iyo isku xir muhaadaradii iyo rag waxay u taagnaayeen inay duubaan oo live ay ka dhigan oo ay sii daayaan rag waxay u taagnaayeen maaratay culimadii iyo khidmeyntoodii iyo hawshii masajidka ayay u taagnaayeen maalmahaas ilaahi dadka jannada Allah geliyo amalkooda Allah wa aqbalo ilahi waxa weydiisayna bi asmaail husna sifatil ula ilahi dadka ina khayr ilahi inuu siiyo subhanahu wa ta'ala
اللهم إنك تعلم حاجتنا فيسر أمورنا يا رب العالمين. إلهي سبحانه وتعالى أولاد صالحين الله نوغنديغو إلمها سميش فريو عاول لكين الله نبض الله كديغو إلما صالحين الله كديغو عنوغا حنوسن الله عافيو إلهي عنوغا حنوسن الله عافيو إلهي داوها أسود جي سبحانه وتعالى من عندي اللهم اشفيه من عندك يا رب العالمين. إلمها سيرك يكو قريها نوجوغا الله نبض يالو إلهي قال لما إيا الله كهي وحنو إذيل قانق إيا فساد الله كهي إلهي أسقى فالله خير حافظا أسقى وحفظي إلهي سبحانه وتعالى. اللهم احفظهم يا رب العالمين، اللهم احفظ أولادنا يا رب العالمين، اللهم احفظ أولادنا يا أرحم الراحمين، اللهم احفظ أولادنا يا رب العالمين. ددكي إعلامك دد بدنا وتقنا وسيدة صومالي تي في صومالي تي في سياتل صومالي شانل أبو بكر ميديا اليقين دات كام دادكي إعلامك كوبر جريناي وكوبرشكا خير كسي جارسيناي يعني وحلقيا وحلقي مرة طالباتن كن إني كجرتي مؤتمرك أما اللبية تبنكن أما سدية تبنكن سير ربوتكن لغو سيناي وحا جارسيناي دادكا خير كأنحاء العالم جوغي وحا جارسيناي وميديها دادكا أنشيقني سومالي جنرال سومالي تي في أبو بكر ميديا اليقين دتك إلهي سبحانه وتعالى إلهي الله أبارك ميديا هودا إلهي ميديا بركي سنة الله كديغو أجر الله كسيو إلهي سبحانه وتعالى كو خير كو أذيق الله كديغو. اللهم صل على سيدنا محمد وحان كلو أدعينا إن شاء الله تعالى إلهي نقا أقبله وحان أدعينا دتك صدقة بحي دعوة كبحي مراكز دعوة صعوته لعقت كوبحي إخواني جمعه وحي لبحنا وحي هيد إن الدعوة صعوتي مراكز إن صعوته الله وضه أياد وحلو كوبحي مركزك دعوة كوبحي وإلهي كجزيه صدق صدق مقبول الله كديغو إلهي جنة الله قليه مذا هرسان الله وكديغو. اللهم صل على سيدنا محمد إلهي وحويدي سينا بأسماء الحسنى وصفاته العلى إلهي إنه شرط النجاح فيديو. اللهم احفظ أولادنا يا حفيظ يا عليم، اللهم أصلح بلادنا يا أرحم الراحمين، إلهي بلدك إنها جيو إلهي وعلى الله نقدقو في تنتي الدقالك إي الله نقاقاذو. اللهم ارفع عنا البلاء والمحن والفتن ما ظهر منها بطن يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهي سدح بلود وحبافك مجلين إنه يربي معه وحنتاه كده مجلس أحمد الله شيخ عن دعيقه وعلماء ذي هراء وأنت دعوة توحيد كعلماء الدعوة والتوحيد أها إلهيها كجزي سبحانه وتعالى وقبديسة قبدا الله عافية أمين دها إلهي عافية ما الله سيه إلهي قبدا أن عافية ما الله سيه دقدقة. اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. علوم دي تمد إلهي دين بقود الله دافو علم قود نافع الله كدغو كو إلهي دين تدبرك يا الله كدغو إلهي سبحانه وتعالى كو مسلمين إلهي كو أنفع الله كدغو علم نافع الله سيو أولاد الله وحفظيو. اللهم صل على سيد دادك هلكي يمد مرادك غارك له مرادك ود الله سهلو الهي مرادك ود الله سهلو انت اللونسن الله سو حنونيو ان بدن اللونسن اجرتو نغا لونسن حنون نغو هايسو الهي هسو حنونيو. اللهم صل على سيدنا محمد علم نافع الله نسيو الهي كو ولا الله اجعل الله نغا ديغو فتنت اي خلافك خلافك وشر إلهي فتنت خلافك الله نجاك ورقيله. اللهم صل اللهم ارفع عنا الاختلاف يا رب العالمين، اللهم وحد كلمتنا وصفوفنا يا رب العالمين، اللهم وحد كلمتنا وصفوفنا يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. والله نجلا الصعود وميديها وملك سجوا إلهي دمبيك وتهدافه سجيت كي يكسو جيدين وإلا سعود المحاضرات كي إلهي جنة الله كوكليو علم نافع الله سيو إلهي حفظي ملي جوغان با دادك دي بداها كوحن ونسانو عيدي كورقبين إلهي با كورقبين الله عافيو دادك نبك هايستو وإلهي با كورقبين نبك الله كفيدو. اللهم فرج عنهم يا رب العالمين،
إلهي سبحانه وتعالى بمنه وفضله إنه جواد كريم إلهي سبحانه وتعالى فرج دقدق الله أفره اللهم فرج عنا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولاليال أنو دعائي ذو حكمكم ناندون تواحير شيخ دعوة دميي مركو جوهر يسوحني دين شيخ يا إذ الفتى حسب اعتقاده الرفع وكل من لم يعتقد لم ينتفع. وحن وعاوة ضد كان ماشي يستوي يمد دنتي أينو إن مد إن هاي دن إلهي ورالك يا هاي ضد كعاوة هل كفرني أدد أن شوين وأنك سو قيب قال المحاضرات كي يدعو ذي يوحي سعوني أو بدني أنا فرني أم بالغيابة وحو يمد وحلغيابة مركوري إني سهلنيد لكن مركز دم بينه أركي ماشى واحد كسرعنا يا يونس واحد سهلنا هين ووو يصير عاوة هذا بعد يقولون نصيب كاغ كقادو خاتم هذا وحن في رجاء إنه يتهي قوم لا يشقى جليسهم إنه إنه نهاية عاوة كوي رسولك عليه الصلاة والسلام كوي أنتو إلهي رال كان نقضي الله سبحانه وتعالى كوي كلاه ويمدنا مرتق اليد للسيئي أو ليلي وحي للسيئي بأل السيئي إلهي سبحانه وتعالى ارتعاوه قوة إنه نهيبا في الأيام الله نقرده الله نقرده كلمة عن شيء وحي أهد قوفك وحي الله وحي عقيدة يستوه يا إلهي أكسي يا نفعي لكن وحو سن عقيدة إسنين أو إسلي وحن أسن قلبي أهين أو إسمودي إن عيار إسكتاي وحبك مهلو دينتو وعجائب هذا أنا وين دين شكيه وحن قرآن كقصوا مرئي وحن أركي ووحي على بدن كبر شكين كر يوم من الأيام بان وحن وذي أري كونتر بانه فر بدن أهمنا وحن قبلتي دتك أن كبقي قبلتي أنا وين وحن قال مال حسا أنا وين مركا رجك هم قبل لكن نفتي سيوبد بعد لهيد بانه على رأي ولما وحن كبق سنة إن مركا أنا بحسن كرين ولا قبته مال بان كلهم تي markaan run idiin sheego aniga nin kale aan u ahay ninkii kale wuxuu uu ka jiyay ana waa taagnaa markuu arkay cadawgii oo gawaari wato oo meel fog naga soo socdo uu ugu yiri isagoo kaadidi fadhiyo yiri axmedo waxaan arkaa nimankii oo soo socda warkaadida iska duban ku yiri iska fadhi waxaan yiri anigu markii ma fakarin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير كلمة ساعة قرآن كأبا عرب كسول عليه كما فكرين إلهي وأغي هاي وما دوران لكن أنا أقول إليم أمبانر كي ماشي وان كتر هاي والا يمد أريقي با اللي سوو يمد قواريد بحريرة هلغا مريهي ننكي إلا تشوغي با اللو يوري ننكو نمان كان أفكو دا وحبا كما قران ايو نا وحبا مسوه رغان ايو أريقي هلغا كحيا اللي يري أريقي نوعا أها وان إيا أرق أه oo waaweyn sida ay iyagu yiraahdeen wuxuu noqday dhamaan riye irmaan buu noqday sida u dhamaan riye irmaan oo la maalo iyo wada noqday nimankii sida aanu taagnayn waa ka tageen arigi waa soo gurguuranay waxaanu isnidi barbay kaga tageen meelaha idinku jiraan waxba ma joogan arigi markii ay naga tageen ogaanay baanu daasad u qaadanay waa ka haynay maalintii oo dhan baan wadnay habeenkii waxaan u soo hoynay xuduudka nimankii magaaladii bay tageen casarkii magaaladii baa laga yimid magaaladaanu habeenkii u hoynay baa la yimid waxa la yidhi maanta nimankii nooca ahaa waad garanaysaa nimankan sheegayo waxay leeyihiin nin baa na falay waxaanu qabanay xoolahaanu doonanay oo kontrabaan ahaa kaxeeya markaanu nilina xoolihii waxay noqdeen macnaha arigu kontrabaan maaha iyada waxa irmaan kontrabaan maaha laakiin waxa kontrabaan ah
waa ariga kale wuxuu noqday arigii soo dhamaa riya irmaan buu noqday bacdina de markuu riya irmaan noqday waanu iskaga nimid marka waanu falanahay iyagii baa saa laga sheegay waxa la odhan jiray sanadkii waa ninkii falay nimanka anigu aayad qur-aan akhriya waxba ma falin aayad qur-aana un baan akhriya waxba ma falin waxaan horta idiin sheegayaa waxaan u iman jiray reer afartan ariyale oo midna noo qalo midna aanu ka haysano sanadka dambena boqol baanu ugu iman jiray laakiin arrintu maxay ahayd walaadaduna waa nabad qabeen waxa kaleoo nabad qabay dadka caamadaaba nabad qabay oo isagu walaadka wuxuu sheegayaa wuxuu doonayaba haadee damba kama lahayn wuxuu caqiidaysnaa ninkaa kutubta xambaarsan ee xamalato shareeca wixii uu ka doonayo ilaahay inuu ka siinayo laakiin horta aan dayno kani yuu ahaa kani mu ahaa kii wax qabay anigaa ka aqaana kan sidaasu ah taa markaynu weyno waxaad ogaataan dadkaa sharafda badan ee culimada a qof walbaan waxaad ka doontay ilaahay inuu ku aqbalayo horta ogaada caawa idinko intaan ma ah waxaan soo arkay mana idinlihi anigu hadda wadaad wax laga aqbalaanaya idin malihi laakiin diinta sida wax looga helaan idiin sheegaya waxyaalo badan baan soo arkay caawa waxaan idinka baryaynaa bal idinka oo markay culimadu ducaynaysiinay idiinu ay run tahay oo aan dadka waxaan wanaagahay u qabin oo aad leedihiin waxa la sheegayo ilaahay wuu aqbalayaa aamiin inaad tidhaahdaan intaa kale baan caawa idinka baryayaa insha allahu tacaala ilaahi subxaanahu watacaala alxamdulilahi rabbi alcaalamiin اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما صدعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من مولى أمواتي رحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا واهدي أهل المعصية يا الله يا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا ليال تعود الله إنه أقبله حالي هبين بركي قبل ما يسوى وعدي وهي سيدة قراء أنا أقول أن توسين هل كأيض التمد مرة هو إله ليسي مرة هرنا هو إله قبل ما بدن بأني إلى سوى هذا معناه واحد إذن شيء يا قبل هذا سوى هذا يو لا إذن ما إلا يسنا مقعيد دين يا وحدين ألنا ويقانا علماء دون ويقتها هم ودينا إن لا إذن هالمعمي tukasta oo meesha fadhiday tukasta oo fadhiyay noo soo sheegtay waxa mashaayikhdu akhriyayaan baad ku jirtaa dacwadii waa lagu aqbalay niyadiinu sidaa ku kalsoonaato waxaan ilaahay u baryayaa subxaanahu watacaala intii waxay ahayd afcaalba baa af soomaali baan ku ducaynayaa ilaahay subxaanahu watacaala dembigeena idkii waalidkan baa laha dhaafo dembigeena idkii waalidkan baa laha dhaafo wixii bukana allaha inoo caafiyo wixii dhib qabana dhibka allaha ka fududeeyo dhibka allaha ka korqaado wixii xidhan ee u xidhan maslaxa uusan u xidhnayn allaha ka sii daayo kuwa maslaxa u xidhan baa jira oo laga yaabo inay maslaxa u tahay oo kaga reeyaan wixii xidhan ee maslaxadoodu tahay in ay diin qaataan oo ilaahay ka baqaan allaha ka sii daayo culimada soo safartay ee ku fakaraya waad aragtaan dayaaradda waxaad ka sii fakaraysaa shandadii maxaa lagu odhan gaadhiga dayaaraddu makaa tegaysaa habeenko goortee lagugu soo qoray culimada inta ay noo soo socotay ee reerahoodii ka wada yimid ee musaafirka ah
ee dib u wada noqonaya ee qof waliba 200 oo aan diin lahayn uu sii dhex fadhiisan doono socodkooda Allah uga dhiga maalinta qiyaamada kuwa la yidhaahdo waxa la idinku dami dhaafay socodkii aad siyaaral qaadeenba ilaahay durumteen ku dhaafay Allah ka dhigo intay inoo qabteen siduu rasuulku sheegay iyagana xaajooyinkooda Allah uu qabto cimrigooda Allah ha dheereeyo culimada cimrigooda Allah ha dheereeyo ilaahay diintooda naafaxay inoo dhigo dacwadooda Allah inoo aqbalo dacwadooda Allah inoo aqbalo iyaga Allah inoo xifdiyo الله إنه حفظيه موت العالم موت العالم موت العالم موت العالم شيخ أكتي دفرية ودكتين شيخ عمر فاروق باوها والدها انت يتبان سنوات وان قانا مالك عدستك أردت هذا وان حسوستها شيخ عمر فاروق مالك عددتك خير كله ودكتين مور دمانين مالك استوى دعاوه أردته وعلى قد قيستها عمر فاروق علمي قيسي يعني علمي إسان لدي قيستها قوة ودستداسة إلهي سبحانه وتعالى هينو إلاليو الله هينو حفظيو الله هينو حفظيو الله هينو حفظيو إنكنا خلافك إيه دباتة إيه مشكلة دا الله هينو كريالو الله هينو كريالو قبلها سوشقي إيه عمتدا قتاقن إيه مساجد كاسي إنو نولادو أو دسمو أو أوندو من إيه دكامد هايستا إيه عرورت هايستا إيه دانتو لكهور مرين إيه مساجد كا الله حفظيو الله حفظيو تي أولاد دونيس أولاد الله سيو تي عفما دونيس عفما الله سيو تي ننكو كراغي إلهي ننخير قبه هسيو أو خير بدن تي خلاف جيرو ولادك الله هو ناتيو إيادان الله هو ناتيو إلهي سبحانه وتعالى خلاف إياد در بلا يؤدن الله هنغا كحيو دالين يرتا قبنا خير قبه أو دعاد تنقطة أو دين تود الله آيو يغي أولاد دود الله سيو الله هسيو قبلها أنا قصاص وكله إله سبحانه وتعالى قبلها واحد ترى مساجد كشقية أو خير جعل أو قبلها كوي مناسب كأو أها طيبات كأها طيب كوي طيبين تها يعنى الله سيو الله سيو الله سيو أنتو شيخ يري أو عرب كمري أنت الله إنه أقبله شيخ عبد الرحمن أنتو يري الدعاء هيد وشيخي الله إنه أقبله إله يود دعوتنا نجا أقبل إله دعوتنا نجا أقبل إله عمل كنا متقبل كدك اللهم صل على محمد إله خاتم قوة الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله كلامك ود ما يؤون نقض إله نقدك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وحن حسوس طي شريتو جمعة دي مركي العقدة القرية هل كان يكي فريسان تري حسن قوضة واد قرنيسان هل كان وحن حسوس طي يا بكم بحنا يا مركة ليلة waad garanaysaan ama 500 xasan qodo halkaas ka soo kici jiray la ilaawi ma yuqafku meesha ku tukan jiray ka aan tukanayno maxaan kugu xasuusana xasan qodo halka markaan eegaba uu ka waayaba waxaan garanaya xasan maxamed inuu halka fadhi jiray oo marka ila kun yaa bixiya uu ila aniga 500 yaa bixiya aniga halkaas uu fadhi jiray bilbu ku jira arintiisu ilaahay buu leeyahay isaga iyo gabadha iyo dadka bukaaba waa qof waliba wuu ku iimaan qabaa gabadha aan idiin sheegayo isaguba wuxuu yidhaa marka loo tago waxaan u maleyn meel ka fiican in ilaahay ii wado ilaahay intuu qosol meel ka fiican tan ilaahay ii wade xasan qoodow allah caafiyo ilaahay ha caafiyo cagihiisii allah ku soo celiyo socodkiisii wixii ku dhacayna dadka buka ee ku sabray dambi dhaaf allah uga dhigo dambi dhaaf allah uga dhigo اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير علماء ما لها دير إنه غصوا صفري إلى سبحانه وتعالى في ميزان حسناتهم هيالو ددوينه كقيب قاتي محاضرات كدقيستينا إلى سبحانه وتعالى كدقو كو إلهي سبحانه وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الله كدغو ان اني كو هلايا ان مغا مغالدا يو مغا ان مامول كمساجد كبا ان شاء الله تعالى دمان وحان لا اله سبحانه وتعالى هيدن بركيو ان خيركي يو وناغي مالمي دوا سوداي دمان لغا ودا فايسن الله ان او انفعو انت كقيب قادتن الى سبحانه وتعالى في ميزان حسنات ما ويلو ان دمان خيركا يو مساجد يو وناغودا ان هلا قيب قاتو سيده هدا بان هو قيب قادني انت اصلا ارن الله ان شاء الله تعالى جزاكم الله خير والسلام الله عليكم شركم انو حرين يا